بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعدل في الفيو دوت، باجي هنا كليك يمين عليه واقول له اكتف فيو، خلاص الشيت نفسه بقى رمادي واللوحه نفسها بقت هي الفعاله معايا، وان انا اقدر اعدل اي حاجه فيها. تمام. اللي انا هعدله دلوقتي ان انا مثلا هقول له خلي الدقه بتاعتي اقل حاجه. تمام. يمكن انا بس عايز ابعت للراجل اشوفه هيدفع فلوس ولا لا، ببعت له تصور مبدئي طلع كويس ودفع فلوس، هبعت له لوحه تانية بتفاصيل ادق. تمام. ممكن اقول له اعملها لي شادنج ويز ايدج مظللة وبالتفاصيل، هشغل شادو. تمام. اي لو انا عايز ابعتها بالشكل دوت. تمام. خلصت شغل خالص، بدوس كليك يمين واقول له دي اكتيف فيو، خلاص كده اللوحة جاهزة انها تتباع. عمرو سليم.